نكون نكمل اخبارنا. والحقيقه في خبر كويس، لما كان مشرفنا دكتور احمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك، اثرنا معاه نقطه حول مصروفات الانتقال الخاصه بالمدارس والجامعات الخاصه. والنهارده الحقيقه في ضوء اجراءات قويه بيتخذها الجهاز لحمايه المستهلك وصون مصالحه، مجلس إدارة الجهاز عقد اجتماعه يعني برقم وكده، مش عايز أقول كل التفاصيل، برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج. وصرح الدكتور أحمد بقيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في عدد من شكاوى تخص السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة. وأشار أيضا أن مجلس الإدارة اللي أصدر قراره بتاريخ 25/8 النهاردة بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية، مدارس، جامعات، معاهد ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها، ممن يقدموا خدمات نقل للطلاب من خلال تحصيل اشتراكات برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها. وإن عدم التزام المؤسسة أو شركة النقل بتنفيذ هذا القرار وتبعا لمواد القانون بتاعته طبعا هتتحول الواقعة للنيابة، ويبقى فيها غرامة من 20,000 لمليون جنيه. دكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء الخير على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا ومساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أنا سعيد يا فندم جدا أنه هذا الأمر كنا نتناقش فيه، وكان قيد التداول من حضراتكم في الجهاز لسه الأسبوع الماضي وتم تطبيقه، فشكرا لحضرتك. الشكر لحضراتكم طبعا كإعلام، وزي ما احنا قلنا ما كنت بتكلم مع حضرتك في البرنامج ان التوعية ده جزء اساسي، ويعني الدور المهم على السادة الاعلاميين الواعيين زي حضرتك وزي المنبر المحترم اللي حضرتك بتقدم منه البرنامج. فاحنا بنقول توعية المستهلك بحقوقه، ثم يجي الدور التفاعلي، ثم دورنا احنا في تطبيق القانون. النهاردة أصدرنا القرار زي ما احنا وعدناكم وزي ما احنا شرحنا من قبل كده، وقلنا بالضبط ايه اللي هيحصل، واستكملنا الدراسة القانونية الخاصة بتاعتنا وعرضنا على مجلس الإدارة المحترم اللي أصدر قراره بالإجماع. ولازم نأكد على ده، مفيش حد حتى اعترض، حتى بعض الناس اللي كانوا بيقولوا يعني ممثلين لبعض المدارس ما اعترضوش، بل بالعكس شافوا ان القرار عادل جدا جدا. وطريقة التطبيق حتى اللي احنا اخترناها هي طريقة تطبيق توافقية مراعاة لظروف أصحاب المدارس، وبرضو طبعا بعد ما رعينا ظروف أولياء الأمور وحقهم طبعا، وده الأساس. وكان التطبيق على مرحلتين أو مادتين، المادة الأولى بتختص بالطالب اللي مكمل في نفس المدرسة، بتخصم من أي مصاريف مستحقة عليه في العام الدراسي 2021. والمادة الثانية خاصة بالطالب اللي بينهي علاقته بالمدرسة، وفي الحالة دي بيسترد المبلغ 25% نقدي. يعني زي ما حضرتك تفضلت لما كنت في الاستوديو عندنا انه ده هيتخصم من مصاريف العام القادم. بالظبط كده. اللي هي مش بعيدة، لو هم بيطلبوا مصاريف العام القادم من شهر 9 يعني، فيعني خلاص يعني ايام ويستحق الخصم. طب هل في رقابة من حضراتكم على زيادة المصروفات، سواء المصروفات الدراسية أو مصروفات الانتقال؟ لأنه أرقام المصروفات الخاصة بالباص بتاع المدرسة أو الجامعة الحقيقة أرقام يعني فلكية، وتحس حضرتك كده لما تبص لها إن هي مرتبطة مش بجودة الأتوبيس ولا جودة الخدمة اللي بتتقدم، أي قد ما مرتبطة بجودة الجيب بتاع ولي الامر. لان انا اذكر انه في مدرسة ابني كان نفس الاتوبيس اللي بياخد اللي هم طلبة المدرسة الخاصة العادية هو اللي بياخد الطلبة بتوع الشهادة الدولية، وكان المصروفات شيء للمدرسة الخاصة وبتوع الاي جي مثلا حاجة تانية خالص. فايه بقى السر ان ده حاجة وده حاجة مع انه نفس الاتوبيس ونفس المادة؟ خلينا اوضح لحضرتك ان احنا برضو كنا عن قصد يعني مؤخرين قرار دوت عشان تبقى كل المدارس خلاص حددت تقريبا بنسبه حاجه 90% من المدارس حددت المصاريف الخاصه بالباصات، عشان ما يحصلش فيها تغيير او يحصل فيها اضافه للقيمه دي للمبلغ الجديد.
فاحنا كنا واخدين بالنا من النقطه ديت. والنقطه الثانيه ان مصروفات المدارس اللي بيحددها وزاره التربيه والتعليم والزياده الخاصه بيها، وهي حددت معالي وزير التربيه والتعليم حدد الزياده ب 7%، وطبعا اللي بيخالف ده بيتوجهوا الاولياء الامور بالشكوى الى الوزاره اولا، ثم الى جهاز حمايه المستهلك، وثم يتم التنسيق ما بيننا وبين الوزاره باذن الله. فاحنا بنقول احنا يعني حق اصيل رجع للمستهلك. يعني انا شايف ان شاء الله في التزام من اصحاب المدارس، لان ده شايفينه ان هو عادل، طريقه تطبيقه حتى راعينا فيها مصالحهم، عشان برضو يبقى اخذنا الحق للمستهلك وفي نفس الوقت راعينا مصالح اصحاب المدارس لاستمرار العمليه التعليميه بشكل منتظم. بشكرك جدا يا دكتور احمد مره تانية، وبجدد يعني تقديرنا للجهاز ولمجهوداته ولتواجده في حيز اكبر من حياه المواطن في الفتره القادمه ان شاء الله. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا دكتور احمد سمير فرج، القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك. والرقم ده مش رقم قليل، ده بيصل في بعض الاماكن لاكثر من 5000 جنيه، يعني تبص تلاقي ان الاتوبيس لوحده بحاجه و20000 جنيه. يعني انا فاكر مره رحت درست في مدرسه، درست تمثيل يعني في مدرسه بريطانيه، ده زمان قوي، ولما عرفت الرقم اندهشت انه رقم الاتوبيس لوحده كان اكبر بكتير من رقم المصروفات الدراسيه للسنه كلها في مدارس خاصه عاديه يعني. طيب